همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. يبقى النزوح والتشرد والمرض والألم، يلازم عائلة عبد الجليل اللحقي. أجبرتهم ميليشيا الحوثي لترك بيوتهم، ولم يكتفوا بل أحرقوها. واليوم في أبواب الخير في نسخته الثانية يزور عبد الجليل للتعرف عنه عن قرب، فتعالوا معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله على كل حال. كيف رمضان معك؟ الحمد لله، فهنا في تعز مستقر الحمد لله. يعني ليش انت من فين؟ انا من موزع نازع. من موزع؟ ايوه، منطقة الهم نازع. اجبرنا الحوثي على النزوح وحرقوا بيوتنا وقبرنا وتحاصرنا في الجبال مدة 3 ايام، انا والقوها الحقي تحت الشجر. وبعد ذلك لقينا دينا من حق اصحاب الفحم، محملة نص فحم ونص الاخر طرحته للعائلة بالملابس اللي فوقنا. كم عددكم؟ عدد العيال 4 والبنات 5، من غير الأب والأم، وطالعنا بحالة ما يعلم بها إلا الله. المهم رمضان مبارك، كل عام طيب علينا وعليكم إن شاء الله وعلى أمة محمد أجمعين. همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. ما زال أبواب الخير يطرق أبواب مغلقة تفتح، فيكون فيها حكاية وحكاية. عبد الجليل اللحدي هذا من أهالي الهاملي بالتحديد، مناطق التي فيها ميليشيا الحوثي متمركزة ويعانون فيها الأمرين، نزح وأتى إلى تعز طريد شريد بدون أي مأوى، فتلقفته ينابيع الخير، فأبواب الخير تتحدث مع عبد الجليل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. قلت لك كيف رمضان معك؟ رمضان هنا الآن تعز الحمد لله مستقرين. ليش؟ كيف كان رمضان؟ كنا مشمتين في قبل هذا، وكنا في منطقة الهاملي احنا، وطردوا احنا من البيوت اجباري من ميليشيا الحوثي وخرجوا احنا، ثم اطلقوا عليها النار بالكامل وحرقوا العشاش كامل. العشاش كامل؟ العشاش حتى البيوت خربوها نهائيا، ولا ابقوا لنا اي اثار. والباقي واي مصارف كان تشردوا كل واحد في مكان. وانا جلست انا وعائلتي محاصرين في الجبال 3 ايام. كانوا الناس الذين هم مقتدرين يخذوا لهم سيارات ينزحوا سريعا، ما احنا على الرجل والحمير الله يسلمكم. ثم تركناها ولقيت لي واحد صاحب دينا حملنا الى تعز عن طريق الساحل والبريكه، ما وصلت الا اليوم الثاني في تعز. من استقبلك هنا في تعز؟ من جابلك هذا البيت؟ والله استقبلونا اهل الخير. استقبلونا اهل الخير اللي هم شافونا طريد ما علينا الا الملابس اللي فوقنا، لا عفش ولا شيء، فاستقبلوا احنا ودخلوا احنا هذا البيت، لا ندري لمن هو هذا البيت. ورغم انه منزل ردي وينخي، لكن الحمد لله نحن عايشين فيه، وخاصة في رمضان الان مرتاحين، رغم الالم والامراض والفشل الكلوي والزراعه والعمليات التي كانت فيه والفقرات في الظهر، كان في العمود الفقري من قبل. يعني انت تعبان كثير؟ كثير، والرئه ملتهبه اليسرى مكانه بسبب الزراعه والحبوب، العلاجات مكانه ملت الدعايه هذا اللي تشوفيه. الى الان شوفي ايش انزلها لك الان. لو تشتي نزل لك العلاج، حق الزراعه، حق القلب، والمهم كل الامراض فيه والضغط، وهذا الحمد لله، الحمد لله على ما يرضي الله. كم معك عيال؟ معي 4 عيال وهم المتاخرين، وخمس بنات القادمه. يعني 9 عدد الافراد. 9 افراد وزوجتي. وزوجتي وانا. من فين؟ ممكن تاكلون؟ ممكن تشربون؟ من اهل الخير، من اراد سخرها الله اندالنا، الا لا اقدر على شغل ولا اقدر على شيء. ما اقدرش اشتغل، وكان الوالد وزد مرض بالقلب وانتهى من القلب، محاصر ما حد طلع يعالجه.
أبوك وين الآن؟ مات، توفي بداية رحيلي لهنا. مات بنفس اللحظة ما قدرناش نخرجه، قال له الكتمة حق القلب. فقد كان يتابعه الدكتورة محمد القندي والدكتورة عبد القادر شرف الدين، وبعدين ما عاد قدرناش نعود عندهم حتى توفى داخل البلاد. ما قدرناش بنفس اللحظة التي احنا محاصرين فيها. بقيت الوالدة اخذها واحد من عيالها، وانا اخذت جهالي وصرت ما حد لا الاخ عارف اخذ دفنها الحمد لله. جبنا من الناس ودفننا في نفسها الحمد لله. الحمد لله جمعنا ناس. كيف من قبل؟ احكي لنا كيف كنتوا تعاني؟ كيف من قبل كنا نعاني معانا ظروف ما نجد شيء الا الواحد كل واحد يجي من عند الثاني ونقتسم، من حصل مع الشيء من الحب او من البر اقتسم، من معيشه زي السكر زي الشاي هذا ما عاد فكرنا ولا نشوف له ولا نشوف شيء. اللقمه المهمه الخبز، كنا نقتسمها من كل واحد مع الاخر. في ناس كان ايوه كانوا في ناس ثريين عندهم ارض تعمل من الحب، كانوا يعطوا لاصحابهم، كل واحد يعطي لجاره قدر ما يستطيع. حتى تطردنا دلحين البعض في عدن والبعض في البلاد المجاور لبلادنا، ما كان ايوه عيشتهم صعبه، ظروفهم صعبه، واشد ظروف ظروفي انا، لكن لجأت للمدينه الحمد لله محل استراف العلاجات حقي. علشان العلاجات خرجت لهنا تعيش. وبناتك يدرسون يقرؤون؟ لا دلحين درستهم، جيت هذا الشهر عاد درستهم وتحفظ قرآن كريم يتعلموا، قلنا وعلى الله البقيه. أما البقية في مدارس لا، كانوا درست البنتين الكبيرتين هم أول وثاني، وجاء بالمرض قبل الأزمة، يعني قبل الأزمة بحوالي 3 سنوات أو 4، يعني في عام 2009 جاء لي المرض هذا الشديد المرة القاطع. خلاص اتصلت وهم صف ثاني ما عاد درسوش ولا عاد صالح المدرسة. فأخذ الوالدي واصلنا كان حتى أخذ الله وداعته والحمد لله. زوجتك موجودة؟ أيوه هذه زوجتي، وهذا اللي بناتها الكبار، وهذا اللي العيال هم الصغار. فصار طفل هذا 40 يوم عمره يوم نزح احنا الحوتي للجبل وجلس، والحنشان بجنبه في الجبل. انتوا جالسين نايمين جنب الحنشان؟ والله انه جنب الحنشان والله. ليش؟ وخرج الحنش وقتلته، ما نسوي بين شجر علشان لا الطيران تشوف انا تضرب، وقد ضربت الطيران غلطات عندنا. قد ضربت المدرسه ملته 15 شخص مننا، وثلاثة فارين كانوا اللي جنبهم من الحوادث. 15 فرد يدير المدرسة وغيره. يعني عملوكم دروع عن دروع للحد، دروع للضرب العشوائي وضرب الطائرة. فاحنا كنا في الوسط، القرية حقنا تدمرت بسبب انها وقعت في وسط المنطقة. اي الاشتباك. الحوتين يجوا بينكم علشان نزحوا معانا ويركبوا على الحمير، ساعة ما احنا نركب على الحمير. ويحملون المعدات حقهم على الحمير. يخوضوا حمير بالقوة من الجيل غصبا عنه. غصبا أيوة. ويعمل الأكياس وبينها الضخائر حقه في الشلات بين المدنيين والأغنام والإبل، كانوا ينزحوا من راحته. رجع المقاومة كانوا يدقوا من شق وطرا والطيران تضرب، يشوفوا إنه فيها قوة. الذي خرجت ما خرجت من القرى فاضي، خرجت قوة، وهو السبب المساكن سببهم المدنيين. أنتم المضرين الوحيدين من كل هذه الحروب المدني الإنسان المسكين. الإنسان المسكين المواطن كل ما خرج خرجت مع الميليشيا الحوثي وسببت على كل الأجيال، من الطيران من الضرب حق الدبابات والمسطحات هذه كانت تضرب للبيت. إلى البيت؟ أي. أنتم الآن لما هربتوا هل كان معك هدف معين إنك تروح مكان معين، أو كان هروبكم عشوائي؟ كان أنا قست بلا تعز قبل ذال العلاج الفشل الكلوي هذا، وكان معي واحد معروف أخطط صلبه وأنا محاصر في الجبل، فقال لي أنا شجهز لك بيت. قعدت أنظر حتى خرجت وقت يعني هدوء من الحرب، قزعت للطريق الطريق الساحلية، ما هاش الطريق حتى تعز هذه الرسمية اللي هي مقطع الأمن من البحر ولا شيء، هلا الخط الساحلي للمخارج. من المخطط لعنا على العارة وسقية ومناطق ما أعرفها أبدا، حتى وصلنا تعز هنا باليوم الثاني. سعرك مع سيارات سعرك أول مشي رجل حتى وصلنا لأخط، لقيت صاحب ديالنا وقف وهو محمل نص فحم، طلعنا في البودي في ديالنا حتى وصلنا لهنا. فاستقبلنا هذاك صاحب اللي كان من أول يعرفنا ويدري بظروفي، وسكننا في هذا البيت. احنا اليوم في ينابيع الخير، مؤسسة رائدة بالخير، زرناكم اليوم وحابين ان كمان نسمع ينابيع الخير ايش تشتي تتكلم عنكم ونرجع لك. طيب
جزاكم الله خير، جزاكم الله خير حتى وصلتوا لعندنا. أهلا وسهلا. أستاذ عادل، أنتم في ينابيع الخير الخيرية سمعتوا عن عبد الجليل اللحدي، فأتيتم مهرولين مساعدين لها الحالة. كيف عرفتوا عن هذه الحالة بالتحديد، وما هي رسائلكم للمجتمع؟ طبعاً الأسرة أتت إلى المنطقة قبل فترة وهي لا تملك أي شيء، أتت نازحة من منطقة موزع بسبب الاشتباكات والحرب الدائرة هناك. الأسرة عفيفة ومحتاجة، يعني فتحنا لها المنزل لإيوائها، وهي لا تملك إلا الملابس التي عليها. الأسرة تعيش أصعب الظروف، وكذلك يعني لكبر أو حجم الأسرة تمتلك ما يقارب من تقريبا 9 أفراد، 5 من البنات و4 من الأولاد، وكذلك ظروف رب الأسرة الصحي صعب جدا، والذي لا يستطيع أن يعمل لتغطية التزامات الأسرة. الأسرة بطبيعة الحال صراحة حيثما زرناها وجدنا يعني تعيش في ظروف صعبة، لا تملك من الغذاء أو من كذلك الإيواء من فراشات أو بطانيات أو الناموسيات وغير ذلك، كذلك الظروف الصعبة التي تعيشها من الجانب الصحي، يعني هناك أطفال يحتاجون إلى الحليب، يحتاجون كذلك. ندعو أهل الخير والخيرين من رجال الخير أن يتلمسوا احتياج هذه الأسرة والتزاماتها التي تعيش حالة صعبة ولا تعرف أحدا في المنطقة ولا تعرف كيف تتكيف مع الوضع، وهي تعيش في منطقة سابقا كمنطقة ريفية، والمنطقة التي تعيش فيها حاليا منطقة مدنية تحتاج إلى الكهرباء التي تعيش ظلاما دامس خاصة في أيام رمضان. يعني نرجو وندعو أهل الخير إلى تلمس هذه الأسرة، ونحن نضم صوتنا كقناة عدن الفضائية مع صوت ينابيع الخير لجميع أهل الخير، إلى المؤسسات، إلى المنظمات، إلى كل من بقلبه رحمة والراحمون، مساعدة عبد الجليل اللحقي من أجل مساعدته، لأنه إنسان إيش نقول، رب بيت مريض معه أمراض عديدة، فيها الالتهابات الرئتين، فيه الكلى، يحتاج علاجات، هذه كلها تحتاج علاجات، فما بالك الطفل الذي قلت عليه يحتاج الحليب والعلاج والدواء والأكل. كمان الأطفال أجدهم براءة الطفولة، ولكن لا يجدون ما يأكلوه، يمكن يأكلوا لقمة في الصباح، يمكن لا يأكلوش لقمة في المساء. فهذا رسالة من ينابيع الخير ومن قناة عدن الفضائية إلى كل الخيرين لمساعدة مثل هذه الحالات التي تنزح بروحها خوفا من بطش الحرب الظالمة التي تعثو على المدنيين، تستهدف المدنيين العزل الذين لا حول لهم ولا قوة، الغير قادرين على حمل السلاح أو المقاتلة، فهم أناس مرضى. الشيء المزعج والمحزن الذي عانه عبد الجليل في حالة حصاره، موت أبيه أمام عينه ولا يقدر على مساعدته. ما هي رسالتك كينابيع الخير لكل من يساندكم في مؤسسة ينابيع الخير؟ نحن نتقدم لهم بكل الشكر والتقدير والحب والاحترام والإجلال لما يقومون به من خدمات ومعروف للناس والمحتاجين. نشكرهم ونشكر قناة عدن على تلمس مثل هذه الحالات المأساوية والصعبة، ونسأل الله أن يوفقهما ويبارك لهما ويسدد لهم الطريق على كل خير. طبعا كما نلاحظ أن عبد الجليل هي حالة من أكثر من الآلاف الحالات النازحة إلى محافظة تعز التي تحتاج إلى العديد من الخدمات، فينابيع الخير معروفة عنها إنها فيها مشاريع خدمية في الغذاء والدواء والصحة، وكذا مساعدة السلات الغذائية وغيرها من المساعدات الإغاثية، فندعوهم
ندعوهم كرارا تكرارا أن يساعدوا أبناء تعز ومديرياتها التي تعاني الحرب ومدنيها، بخصوصا مدنيها الذين لا يجدون لا مأوى ولا أكل ولا حياة. أريدك أنك كنبيع الخير اليوم في رمضان، ماذا جادت نبيع الخير لهذه الأسرة؟ مؤسسة ينابيع الخير يعني تقدم لهم يعني السلة الغذائية الرمضانية، وبإذن الله سيليها يعني دعم متواصل لتلمس هذه الأسرة وأسر مثل هكذا أسر. من واجب مؤسسة ينابيع الخير الخيرية هذه التي قطعت على نفسها بتلمس الفقراء والمساكين وتقديم العون والمساعدة والمساندة لهم كواجب أخوي وإسلامي وخيري. نحن في خطتنا في الفترة القادمة يعني دعم على مستوى المحافظة في الجانب الغذائي، الجانب الدعم لتكملة الحليب للأطفال لسوء التغذية تجنب الأشياء هذه، كذلك لدعم بسقي الماء، وكذلك في الجانب الصحي والتعليمي والتربوي، وإن شاء الله يكون لنا فيها يعني بإذن الله مشاريع قادمة تواكب التغيرات والظروف الطارئة التي تمر بها بمحافظة تعز. فعلا الآن نعود إلى عبد الجليل الذي يحتاج إلى الكثير والكثير من المساعدة، فكما رأينا أن ينابيع الخير لم تترك محافظة إلا وطرقتها البيضاء ويريم والحديدة وتعز، وهي أصلا خارج المحافظة. هذه الأيادي البيضاء من ينابيع الخير ومساندتها المؤسسات الباقية من دولة الكويت لهم بصماتهم وحضورهم مع الأشد فقرا ومع المدنيين بالذات، هم نجدهم يدهم بيضاء على هؤلاء، وأتمنى أن ينظروا لعبد الجليل بعين الرحمة والشفقة، فنحن ندعوهم من أبواب الخير. أبواب الخير تدعو ينابيع الخير وكل من يدعم هذه المؤسسة أن ينظروا لعبد الجليل. عبد الجليل كومة من الاحتياج، احتياج الدواء له كإنسان، يحتاج العلاج كإنسان، يحتاج علاجات متعددة وليس لمرض واحد والأكثر من مرض. معه أكثر من 9 أطفال كلهم لم يدرسوا لم يتعلموا، لا يأكلون لا يشربون، مأساة مركبة، لا نقول إنها مأساة من نوع واحد ولكن من أكثر من نوع، نزوح من الهاملين. الهاملين منطقة من مناطق منطقة موزع، يعني في 23 مديرية، لكل مديرية لها أكثر من عزلة، والعزل هذه تضررت تضرر غير عادي من هذه الحرب الظالمة التي طالت المدنيين بالتحديد، المدنيين الذين يحتاجون الأيادي البيضاء. يا ينابيع الخير ساعديهم. بإذن الله يكون لنا لقاءات ويكون لنا ترتيبات قادمة، وإن شاء الله نتكفل بإذن الله وفق المشاريع القادمة لمحافظة تعز ككل، بإذن الله نتكفل في الجانب كساء الأطفال، وإن شاء الله في العيد، وإن شاء الله يكون لهم فرحة غير إن شاء الله في منطقة جبل جرة في محافظة تعز. لاحظ عبد الجليل لا يوجد له حتى طاقة شمسية في راعية له حتى بالليل. بإذن الله نسعى على تحقيق حلمه بإذن الله إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا.
صحينا حب الخير دعينا همس المعاني صحينا حب الخير دعينا نلبي ونوفي والوعي هادينا نلبي ونوفي والوعي هادينا. استطاعت عائلة عبد الجليل الفرار من بطش ميليشيا الحوثي في منطقة موزة حيث وصلت إلى وسط مدينة تعز، لكنهم يعانون ظروفا اقتصادية وصحية صعبة كحال الكثير من النازحين. عبد الجليل حمل على عاتقه هم أسرته ومرضا أنهك جسده، معاناة عاشتها هذه العائلة حيث أقدمت ميليشيا الحوثي على حرق منازلهم التي هي عبارة عن بيوت من القش. وما كان من عائلة عبد الجليل إلا أن تلوذ بالفرار
إلى أقرب جبل يعصمهم من بطش تلك الميليشيا. مكث عبد الجليل بالجبل 3 أيام بلياليها، هو وزوجته وأبنائه 9، دون أكل أو غطاء يقيهم البرد. الخوف يطبق عليهم، فالأفاعي والحشرات والحيوانات الزاحفة تملأ الجبل. ظل عبد الجليل يتصل بكل معارفه إلى أن وجد أحد الديانات المحملة بالفحم، فحمل أولاده وزوجته فيها وعبروا طريقا طويلة ومتعبة حتى وصلوا إلى وسط المدينة. الحرب لم تمكن عبد الجليل من رؤية والده الذي توفى أثناء محاولته الفرار من جحيم الحرب أو حضور جنازته. عبد الجليل يعاني من عدة أمراض كان بدايتها الفشل الكلوي، حيث أجرى عملية زراعة الكلى، ولكن لا زالت تتعبه وأخراها انزلاق العمود الفقري ومرض الكبد. تكالبت عليه كل الظروف وأصبح دون عمل، فهو لا يستطيع تحمل عبء العمل، لذا فأولاده يفتقدون القليل القليل من الغذاء والدواء، ولم يحظى أحد من أولاده بالتعليم سواء من البنين أو البنات. هي هكذا حالة عبد الجليل تزداد سوءا يوما بعد آخر، فليس لهذه العائلة من يساندها أو ينتشلهم مما هم فيه. كما هي عادتها، مؤسسة ينابيع الخير الخيرية تبحث دائما عن الأسر الأشد حاجة وفقرا لتمد لهم يد العون، حيث إنها بصدد أن يتم انتشالهم ولو جزئيا مما هم فيه. آخر زيارة لهذه العائلة من مؤسسة ينابيع الخير الخيرية في شهر رمضان الفضيل، وجادوا لهم بسلة غذائية متكاملة بتمويل من فاعلات الخير بواسطة أم خالد وبإشراف جمعية النجاح الخيرية بدولة الكويت الشقيقة وبتنفيذ مؤسسة ينابيع الخير الخيرية. أضف إلى أن المؤسسة تكفلت بكسوة أبناء عبد الجليل وتلمس احتياجاته بين الحين والآخر. همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. يعلن على مشكلة العائلة لا تكفي أكثر من أسبوعين. إيش تقول لهم هذه؟ جزاهم الله ألف خير، ونقول جزاهم الله ألف خير ثم ألف خير، ويزيدهم الله من فضله وعطائه ما دامهم معانا ويترددوا علينا بالعطاء هذا، فجزاهم الله ألف خير. وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير والجميع. شكرا ووفقكم الله، وكل عام وأنتم بخير، وشهر رمضان مبارك. فعلا عبد الجليل جاء إلى مدينة تعز فارا من بطش ميليشيا الحوثي، ولكن المرض قيد قدرته في العمل حتى يسد رمق جوع أولاده الذين يتكونون من 9 أفراد وآخرهم طفل 40. فمن أبواب الخير وفي نسخته الثانية نقول لكل المحسنين ساعدوا عبد الجليل، فهو يحتاج الكثير بالكثير. ينابيع الخير، ينابيع الخير، ينابيع الخير، ينابيع الخير، ينابيع الخير، ينابيع الخير. أنغام نشيدك الطير تشدو لينابيع الخير، من ترسل حبا للغير فيعم الناس جميعا. أنغام نشيدك الطير تشدو لينابيع الخير، من ترسل حبا للغير فيعم الناس جميعا. تغمر بالعطف يتيما، وتداوي بالجود سقيما، لتصير الأحزان نعيما، ولتغدو الآلام ربيعا. أنغام نشيدك الطير. همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا،
همس المعاني صحينا، حب الخير دعينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا، نلبي ونوفي والوعي هادينا. الخير فينا والمنى، الخير فينا والعطاء، نمنح ونعطي ونعطي.